عندما علمت أن هناك الحج وكنت أنتظرها منذ زمن، كانت لدي عندي فحص طلبه مني الطبيب. وعندما ذهبت إلى الطبيب وقال لي النتيجة، لم أهتم للنتيجة، قلت له فقط هل ستمنعني من السفر؟ فقال لا. قلت إذا لا يهم ماذا ستقول لي. وعدت إلى البيت وسألوني أولادي ما هي النتيجة، قلت لا يهم، الحمد لله أنه لم يمنعني من السفر، فإذا هو راض عني، إن سيرزقني حج بيته الحرام. وقبل بوقت كثير بالضبط حقائبي للسفر مما أراح أولادي وطمأنهم، وقلت لهم بإذن الله سأعود وقد شفاني الله سبحانه وتعالى من مرض، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أنه جعله سببا للندوة أن تقوم بهذا العمل الذي جبر خاطري وجبر خاطر الكثيرين. فلا أستطيع إلا أن أقول جبر الله خاطرهم في الدنيا والآخرة.